سلامكم الله. تقول: ما حكم صبغ المرأة حواجبها بلون الشقرة باللون الأشقر حتى لا تبدو أنها كثيفة؟ لا يجوز تغيير لون الشعر إذا كان لونا معتدلا لا تشويه فيه، فإنه لا يجوز تغييره إلا إذا كان فيه شيب، فإنه يغير بغير السواد. أما إذا لم يكن فيه شيب وليس فيه تشويه وهو شعر معتدل وجميل وليس فيه تشويه، فلا يجوز تغييره بلون غير لونه الأصلي، لأن هذا من باب العبث ومن باب تغيير خلق الله سبحانه وتعالى ومن باب التشبه بالكافرات. نعم. تقول: إذا كان فيه شيء أو شيب. إذا كان فيه شيب يغير بغير السواد. إذا كان فيه شيء يعني من التشويه أيضا يزال التشويه. نعم.